ولد النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين. Pemenang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dilahirkan pada hari Isnin. قبل الهجرة بثلاثة عشر سنة. Zain terbuang si sudamunna kelom bifutona orang si sudamun tauluan sudamun. في شهر ربيع الأول. عام فلنا ربيع الأول. في عام يسمى هذا العام بعام الفيل. تامني تونا إزيان ينسون يتونا يوا عام الفيل زين تونا مي إليفان. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للناس أن هناك حدث سيحدث وهو ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قبل الولادة حدث هذا الأمر، وهو أن جماعة من الناس أرادوا هدم بيت الله سبحانه وتعالى الحرام وخرجوا ومعهم الفيل. الله سبحانه وتعالى دين سفيد دون عطون ني لفاديون زيتون ذي ناتران قمنا محمد صلى الله عليه وسلم سجي ذات قوان ني ناتران رسول صلى الله عليه وسلم دينيسي زاودان سيو دي بيت وماكا دينيسين دين اللمار زانيا نتون إليفاتا هدي حنيبا يقعن بيون. لكن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في أي الأيام اختلف العلماء، في أي يوم من شهر ربيع الأول. فالآن هو إزيان احتران بمنان محمد صلى الله عليه وسلم زن دي معوى ني تين لمنا بحيثنا قسكن زي آن زوي آن بمنا معنا احتران. نعم.